تواصلت أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الهوارية في منطقة العامرية غرب الأسكندرية، وتم إطلاق قافلة طبية للكشف والعلاج المجانية لأهالي القرية تشمل العديد من التخصصات الطبية، وفي حالة حاجة المريض إلى التدخل الجراحي يتم إحالته إلى المستشفيات الحكومية. العلاجية بتقدم خدمة الكشف والفحص والعلاج مجانا لأهالينا بوحدة طب أسرة الهوارية منطقة العامرية، بالإضافة لخدمة الكشف مجانا احنا بنقدم وحدة التثقيف الصحي وبنقدم الفحص المبكر لأمراض الضغط والسكر. القافلة بتقام على يومين، النهاردة اليوم الثاني وتجاوزنا 1000 حالة تم فحصهم، وبنشكر كل من بدعمنا في القوافل العلاجية والمناطق الأكثر احتياجا احنا متواجدين فيها. هدفنا كله ان احنا ننول رضا المواطن وتقديم خدمه متميزه تليق بالمواطن المصري. النهارده وامبارح كان عندنا قافله طبيه تبع مبادره حياه كريمه، فعليا اهالي كتير جدا من اهالي العمريه استفادوا منها، سواء كعلاج سواء كخدمات. فعليا القافله منظمه جدا، كل الدكاتره متعاونين، احنا كوحده حاولنا ان احنا نقدم الخدمه الممتازه المفروض مطلوبه مننا ان احنا نقدمها. انا احب اشكر سياده الرئيس جدا على المبادره دي، لان فعليا ناس كتير كانت استفادت منها.